رقابة حاكمة تفرضها أجهزة وزارة الداخلية على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات العصابية الدولية لتهريب المواد المخدرة. ميناء الإسكندرية البحري أحد هذه المنافذ، والتي رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة محاولة لإدخال شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من خلاله داخل حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية، مشمولهما المستندي المشروع مواد غذائية معبأة داخل معلبات معدنية. القائمون على جلب هذه الشحنة وإمعانا في إخفائها بعيدا عن الرصد الأمني وضعوا مخدر الحشيش داخل المعلبات وقاموا بتغليفها، لكن الإدارة كانت لهم بالمرصاد وعلى علم بتحركاتهم بفضل التحريات الدقيقة والمتابعة. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري والسلطات الجمركية، تم تفتيش الحاويتين وفتح المعلبات المعدنية التي تحوي المنتج الغذائي والتي بلغت قرابة 16 ألف علبة، تحوي كمية من مخدر الحشيش تزن قرابة 4 أطنان تقدر قيمتها المالية ب 390 مليون جنيه. هذا وقد تم تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة من داخل وخارج البلاد، ونجحت الإدارة في ضبط واحد من عناصر التشكيل القائمة على جلب هذه الشحنة ويحمل جنسية إحدى الدول العربية أثناء استقلاله سيارة بالقاهرة وبحوزته 50 ألف دولار أمريكي وهاتفان محمول، إضافة إلى أكثر من 111 ألف جنيه. اعترف بحيازته المبالغ المالية لإنهاء الإجراءات الجمركية لتلك الشحنة بميناء الإسكندرية، لتسطر أجهزة وزارة الداخلية بهذه الضربة الأمنية القوية نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحاتها الكثيرة في المواجهة والمجابهة الفاعلة ضد تجار ومهربي المواد المخدرة.